مشاهدينا، صحة الفم ديالنا مهمة وعندها تأثير على باقي الصحة ديالنا. اليوم غادي نتكلموا على كيس الأسنان المرضي. نعرفوا شنو هو كيس الأسنان المرضي، شنو هما المسببات ديالو، طرق العلاج من خلال هذا الروبورتاج. هو واحد الكتلة كتكون مملوءة بواحد المادة، احيانا كتكون سائله واحيانا كتكون مدكنه، وهذه الكتله هي عباره عن جراثيم ميته تكونت في الجذر، في التحت ديال الجذر، يعني لاغاسين دونتير. تكون غالبا مرض السن، كاين بعض الاحيان الناس كيمرض كيجيهم لاكاري سوسا، يعني في السنه ديالهم، بلاص ما يمشيو عند طبيب الاسنان كيبقاو ياخذوا الادويه ساكارم، ما عندهمش حريق واحد المده، عاود ادويه ما كيعرفوش بان داك الادويه ودان الفت بان ما مشاوش يعالجوا داك السن، غادي يكون لهم ضرر كبار من هذاك الشيء اللي هو عندهم. دونك اشنو كيدير داك اللب، يعني لاغاسين لا بيل باردون لا بيب دونتير، كتمرض كتقيح، دونك كيهبط داكشي الجدر كله. دونك لاغاسين عندنا، حتى السن عندنا مكون من جوج طبقات، عندنا الفوق لا كورون والتحت الجذر ديال السنة، يعني لاغاسين، وكاين واحد المادة واللوب ديال يعني لا بولب الانتيغيور، هي رخمة، هي دونك لا كاري كتوصل للبولب كتمرض، من بعد كتمرض كتبقى معفنه تما لانها مشات ما تحيداتش ما تنقعش هذاك السن، مما يؤدي الى تكوين هذا الكيست دونتير. بطبيعه الحال خاص نمشيو عند طبيب الاسنان اللي غادي يشوف داكشي في التصوير الاشعاعي باش غادي يبان ليه الكيست. غادي يدير كدير واحد العمليه صغيره بسيطه جراحيه حدا لتحت ديال الجذر، وكتنقى بطبيعه الحال كينقيو مزيان باش ما تبقاش تكون بعض المرات جزئيه العمليه، بعض المرات على جوج مرحلات، بعض المرات مرحله واحده باش يتنقى مزيان التحت ديال الجسر، ما خصش يبقى حتى حاجه. بعض المرات في احيانا كناخذوا معاه حتى شويه ديال شيء من العظام كيفاش يتنقى مزيان، والادويه بطبيعه الحال. شكرا الدكتوره على المعلومات المهمه اللي قدمتها لنا من خلال فقره تحتي رسمه لليوم. كيس الاسنان المرضي هو واحد من المشاكل اللي ممكن يعاني منها الفم ديالنا. الدكتوره تكلمت على واحد النقطه مهمه، هو بزاف ديال الناس تيمرض لهم الفم ديالهم ولا كيجيهم الام، تيقروا انهم ياخذوا الادويه بلا استشاره الطبيب، تيبقاو يشربوا في الدواء، هذا الشيء ممكن يتسبب لهم في مضاعفات خطيره. مجموعة ديال النصائح نقدموها للمشاهدين ديالنا باش نتفادوا اننا نصابوا بكيس الاسنان المرضي او لا عدد من الامراض الاخرى اللي كتصيب الفم ديالنا والاسنان ديالنا. الوقاية ضرورية، نعالجوا تسوس الاسنان باش نتفادوا اننا مثلا نصابوا بكيس اسنان المرضي، نراقبوا او نقوموا بازالة الاسنان المدفونة، وما نساوش ضروري من زيارة طبيب الاسنان مرتين في السنة، وخا ما يكون عندنا حتى شي مشكل نمشيو نشوفوا طبيب اسنان نطمنوا على صحة الاسنان ديالنا باش نتفاداو انه نصابوا بعدد كبير من الامراض اللي غتأثر على كامل الصحة ديالنا. فعلا زينب، زيارة طبيب الاسنان مرتين في السنة كيف ذكرتي هي مسألة مهمة، ومن الافضل انها تكون زيارة عائلية، يعني انه الاطفال ديالنا حتى هما نديوهم لهذا الطبيب ديال الاسنان بشكل دوري، فقط من اجل يعني بحال كنقولوا كنديروا الكونترول ديال الاسنان ديالنا، ماشي بالضروره يكون عندنا امراض، وخاصه ان امراض الفم بعض الاحيان ما كتكونش باينه، ما كتكونش ظاهره، والاطفال ما كيردوش البال لصحه الفم ديالهم والعنايه بالفم ديالهم. ملي كيكون عندنا هذاك الالتهاب ديال اللثه بعض المرات ما كنردوش لها حتى هي البال، وهذا الكيس ديال الاسنان ما عندوش سن معين، هذا الشيء علاش كيخصنا
كلنا كعائله سواء الاطفال الصغار او حتى الكبار نعتنيو بالصحه ديال الفم ديالنا ونمشيو عند طبيب الاسنان كيف ذكرتي باش يعني نتفاداو كل هاد المشاكل. وبعض المرات بحسب عدد من المختصين والاطباء تيقولوا بلي كيس الاسنان المرضي ممكن ياخذ شهور حتى لسنوات عاد كيبدا يعطينا الالم، دونك المراقبه هي احسن حاجه نقدروا نقوموا بها. المراقبه والمواظبه على العلاج ايضا، هذه نقطه كتبان لي مهمه حيت بزاف ديال الناس كيف ما تكلمتوا ما عندناش واحد الثقافه باش نحافظوا على الصحه ديال الفم والاسنان ديالنا. من غير هذا كاين بزاف ديال الناس اللي كيمشي حيت دعات الضروره، حيت عنده التهاب مزمن او حيت عنده واحد الالتهاب اللي هو مرضي كيف ما كنقولوا بزمنه يعني باش يداوي هذاك الالم كيمشي عند الطبيب ديال الاسنان كيعطيه العلاج. كاين بزاف ديال الناس اللي كيعطيهم الطبيب العلاج كيبدا واحد السيمانه جوج سيمانات ما كيبقاش الالم، غير لو فيت انه ما كيبقاش الالم راه مازال انتفاخ مازال التهاب مازال كلشي غير الالم ما كيبقاش، صافي كيحبس الدواء ديالو كيقول صافي راه ما بقاش عندي المشكل. كنظن هادشي غير ماشي غير مع الاسنان بوحدهم، مع بزاف ديال الامراض اللي كتجينا. ايضا كاينه مساله مهمه اخرى اللي بغيت نتكلم عليها وهي مجموعه من الوصفات الشعبيه اللي كنستعملوها ايضا بطريقه اللي هي عشوائيه. فكاين بزاف ديال الناس اللي كيكون متبع الدواء كيقول لك باش نزيد نساعد الفم ديالي انه يتشافى غادي نزيد نخلص شويه ديال الحامض ولا ندير السواك او لا او لا او لا او لا. يقدر يكون هذاك الشيء مزيان، ولكن بعض المرات راه اللي خلطنا الدواء مع هذوك الوصفات الشعبيه بعض المرات كاين اندوزاج، حيت الوصفات الطبيعيه خصهم واحد الدوزاج. داكشي علاش كاينين ناتوروبات، كاين الناس اللي اخصائيين وعندهم دراسات تاهما في هذا المجال اللي كيعرفوا غير الدوزاج هذه زائد هذه كتساوي هذه. دونك الا ما كانتش عندنا الخلطه الصحيحه وما عرفناش نديروا واحد الاستعمال اللي هو صحيح حتى لهذ الوصفات اللي هي طبيعيه راه نقدروا غير نزيدوا المشكل اكثر فاكثر. يعني الا عطانا الطبيب الدواء ديالنا نتبعوه بواحد الشكل غادي نقولوا نلتزموا بالدواء ديالنا فوقاش غادي ناخذوا، وحتى الا بغينا نديروا بعض المرات مجموعه من الوصفات الطبيعيه نمشيو عند اهل الاختصاص. انا هذه كتبان لي نقطه مهمه جدا ما كانش يمكن تفوت هذه الفقره بلا ما نتكلم عليها.